من قواك الله يعطيك العافيه اليوم. الله يعافيك. شكرا على مبادرتك انك كلمتني. بتحب التواصل بتطوع لخدمه الكويت واهلها. شرف لنا احمد هذا التطوع، ما في لنا زميله ابدا، نحن من الكويت ومن اهل الكويت وحاضرين باي وقت صراحه. يعني اللي عم يصير الوضع لازم على كل واحد يكون عنده التزام، خاصة بالناس المطلوب انها تقعد بالبيت، إذا ما عندك شيء برا رجاء نطلب من الناس انها هي تتفهم الوضع، كلنا بدنا نسوي شغلة بسبيل الكويت وهي عم تعمل قرارات في مصلحتنا بالنهاية، الله يعطيكم العافية. أكيد طبعا قواكم الله، مشكور على الروح العطاء والروح الإنسانية التطوعية اللي قدم مبادرة انه بيساعد اخواننا التطوعية، قواك الله. أيضا معنا فريق استغلال 61. قواكم الله اخوي سعد واختي انوار، قواكم الله يعطيكم العافيه اليوم لتواجدكم، واخوي الغالي المصور بعد مبدع مع فريق استغلال 61، قواكم الله اليوم على جهودكم، وان شاء الله كلنا على يد واحده وكلنا نكمل بعض ان شاء الله، والله يحفظنا ان شاء الله يا رب، قواكم الله.